خراريف مسالم بين الماضي والحاضر. يعد برنامج خراريف أم سالم أحد أبرز البرامج الإذاعية التي تعنى بالتراث الشعبي من خلال سرد الحلقات لمجموعة من الحكايات التي تندرج تحت إطار الأدب الشفاهي في الإمارات، الذي يوثق لحكايات تناقلتها الأمهات عن الجدات وتورثها الأجيال على مدار عدة قرون. وفي يوم من الأيام قرروا عرب حارب أنهم يرحلون للمكان ثاني، وقال حارب لحرمته: أم محمد تعالي بخبرك. نعم نعم أبو محمد. على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 35، أطلقت مؤسسة الشارقة للإعلام مجموعة خراريف أم سالم الصوتية، وذلك خلال مشاركتها في المعرض. وصاحب حفل الإطلاق توقيع أم سالم للمجموعة الصوتية التي سبق أن بثت حلقاتها عبر أثير إذاعة الشارقة التابعة للمؤسسة، ولاقت نجاحاً ملحوظاً. خراريف أم سالم، اليوم الحمد لله وقعنا على إصدار خراريف أم سالم. هاي كانت مشاركتي في معرض الشارقة للكتاب. خراريف أم سالم نعرض في شهر رمضان، والحمد لله لاقى يعني إقبال من الجمهور، وحصلنا الحمد لله على جوائز الحمد لله في مهرجان الأردن للإعلام العربي. فهاي أعطتني دفع أني أنا يعني إن شاء الله يعني في المستقبل أبدأ ببرامج تراثية جديدة إن شاء الله، يعني تساهم في نشر التراث الإماراتي، أو أني أنا أساهم في التواصل أو نشر التراث الإماراتي. يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة جيدة لإطلاق أسطوانات برامج خراريف أم سالم، وذلك لما يمثله الحدث من أهمية بالغة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتعريف الجمهور على جزء من تراث الدولة.